شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لعل أهم سؤال نطرحه على أنفسنا هو: ما هي وظيفتنا تجاه سيد الشهداء؟ وأهل بيته النجباء وأصحابه الأوفياء صلوات الله عليهم أجمعين. نحن نذكر بإذن الله تعالى مجموعة من الوظائف، ولكن قبل ذكرها نشير إلى أن هذه الوظائف هي غالباً وظائف هينة، التضحيات الكبرى والأعمال العظيمة قام بها آباؤنا وأجدادنا الأقدمون. قطعت رقابهم، قطعت أيديهم وأرجلهم، رفعوا فوق المشانق، ولم يضعوا هنالك حدا للتعاطي مع قضية سيد الشهداء. هنالك بعض الأفراد تعاطيهم مع الله ومع النبي ومع الأئمة الطاهرين ومع الدين بشكل عام، تعاطي في حدود، أنا أتحرك ضمن هذه الحدود، ولكن هؤلاء لم يضعوا حدا للتعاطي مع سيد الشهداء، وتحملوا تلك التضحيات الكبرى
الأعمال التي نذكرها في هذه الليلة بإذن الله تعالى غالبا هي أعمال هينة. الوظيفة الأولى المشاركة بالأموال، يعني كل واحد منا سواء كان غنيا أو كان فقيرا يضع نسبة مئوية يشارك فيها سيد الشهداء، 1%، 10%، 20%. هنالك بعض الأفراد كما نقل لي بعض العلماء يخمسون أموالهم مرتين، 20% يدفعونها لله بعنوان الفريضة الشرعية، 20% من أموالهم من مجموع أموالهم يدفعونها لسيد الشهداء صلوات الله عليه، وبالنتيجة يدفعون 40% من مجموع أموالهم. هذه القضية، قضية المشاركة المالية في إطارها العام بمقدار ما يحضرني الآن، أول من بينها وعلمها صادق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. القضية بالمضمون التقريبي أن الإمام الصادق صلوات الله عليه كان في سفرة مع مجموعة من الأفراد، وكان مع هؤلاء الأفراد أموال. الطرق القديمة في كثير من الأحيان ما كانت آمنة، وكان قطاع الطرق يأتون ويكمنون للقوافل ويسلبونهم كل شيء، وفي بعض الأحيان كانوا يقتلونهم أيضا. هؤلاء الأفراد قالوا للإمام الصادق صلوات الله عليه: إننا نخاف من قطاع الطرق، وإننا نريد أن نضع هذه الأموال عندك. الإمام لم يقبل ذلك، قال: لعلهم قصدوني وأخذوا هذه الأموال. قالوا: ندفن هذه الأموال في مكان. فقال الإمام صلوات الله عليه: لعله جاء أحد وأخرج هذه الأموال، ولعلكم أضعتم ذلك المكان وذهبت أموالكم. فقالوا: إذن ماذا نفعل؟ قال الإمام صلوات الله عليه: ضعوها عند من لا تضيع عنده الودائع. قالوا: من هو؟ قال: الله رب العالمين.
قالوا كيف نضعها عنده؟ الإمام صلوات الله عليه قال بأن تدفعوا ثلثها للفقراء. قالوا وكيف ندفعها ولا يوجد بيننا فقير؟ الإمام قال ابنوا على ذلك أنكم إذا مررتم من هذا الطريق بسلام وأمن ووصلتم إلى المقصد أن تدفعوا ثلث أموالكم للفقراء. فصمموا على ذلك. في أثناء الطريق رأوا أن اللصوص يأتون إليها، خافوا وقالوا للإمام هؤلاء اللصوص يأتون إلينا. قال الإمام كيف تخافون وأنتم في أمان رب العالمين؟ خوف بعد ماكو. جاء اللصوص وترجلوا وقبلوا يد الإمام الصادق صلوات الله عليه وقالوا له إنا رأينا في المنام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمرنا أن نكون في خدمتك، إحنا في خدمتك، وإذا تحب أن ندفع شر اللصوص عنك وعمن معك إحنا نرافقه. فقال الإمام صلوات الله عليه لا حاجة في ذلك، الذي دفعكم عنا سيدفع الآخرين عنا. وصلوا إلى المقصد ودفعوا ثلث أموالهم. في الحديث وربحوا في تلك التجارة مقابل كل درهم 10 دراهم. الإمام الصادق صلوات الله عليه شاهدنا في هذه الكلمة، قال لهم لقد رأيتم بركة المعاملة مع الله فأديموا على ذلك. هذا يكون عندكم خط، هذا يكون عندكم منهج في الحياة، غير الحقوق الشرعية الواجبة. واحد يضع نسبة مئوية مع الله سبحانه وتعالى، هذا العمل مهم جدا ويورث البركة كما قال الإمام الصادق قد رأيتم بركة المعاملة مع الله. المعاملة مع الله سبحانه وتعالى فيها بركة، المعاملة مع سيد الشهداء فيها بركة. الجد رحمة الله عليه، الجد الأمي، في قضية مطولة لا علينا الآن بها، تورط في قضية تجارية معقدة وما كان هنالك أي أمل من الناحية الظاهرية في الخروج من هذه الورطة. في حالة انقطاع عاهد سيد الشهداء أو عاهد أبا الفضل العباس صلوات الله عليه أو عاهد كليهما على أنه إن نجا من هذه الورطة يجعل ثلث أمواله لهم.
وفعلا بطريقة غيبية غير متوقعة نجا من تلك الورطة وبقي على عهده إلى آخر حياته. أي مقدار من المال كان عنده كان يضع ثلثه لهم صلوات الله عليه. هذه الوظيفة الأولى، المشاركة بالأموال. كل واحد منا حتى إذا يكون مستوى هذه المشاركة في مقدار قليل 1%، هو هذا يوجب البركة ويوجب الخير. الوظيفة الثانية، المشاركة في الأولاد. واحد ينذر مجموعة من أولاده، واحدا من أولاده أو أكثر، حتى يكون خادما لسيد الشهداء. ربما هذا الفرد، ربما هذا الطفل تحول إلى حامل لواء للتشيع في العالم. لا تنظروا إليه بنظر الاحتقار، هذه الوظيفة الثانية. أحد الأفراد نقل أنه أنا عندما كنت طفلاً، طفل لعله كان في الثامنة أو قبل ذلك، في يوم من الأيام نقل لي أنني رأيت والدك، رأى الوالد رحمة الله عليه في مناسبة وهو طفل صغير، فالوالد رحمه الله قال له: ما اسمك؟ قال: كذا. قال الوالد، قال لي: هل تعلم أن هذا الاسم كان اسما للعالم الفلاني، واحد من كبار علمائنا في التاريخ، وأن هذا العالم الكبير ألف موسوعة ضخمة باقية إلى الآن، وأنت حاول أن تكون مثل ذلك العالم. يقول هذا الرجل: أنا في أيام الطفولة هذه الكلمة بقيت في ذهني وأخذت تتفاعل مع كياني ووجداني. لا تشوفون هذا الطفل الآن، الرجال الذين يديرون العالم يوجهون العالم، منهم في يوم من الأيام كانوا أطفالا. هي هذه الكلمة الواحدة يمكن أن تكون مؤثرة. الآن ذلك الطفل واحد من كبار خطباء الشيعة في العالم كله، هو ذاك الطفل. لعله هذا الطفل الذي حرضناه شوقناه يتحول إلى حامل لواء التشيع في العالم. هذه هي الوظيفة الثانية. الوظيفة الأولى المشاركة في الأموال. الوظيفة الثانية المشاركة في الأولاد. الوظيفة الثالثة المشاركة الشخصية. واحد يشارك في قضية سيد الشهداء بشخصه وبنفسه،
بمختلف الأنواع. هذه المشاركة الشخصية لها مظاهر مختلفة، ونحن كما قلنا يجب أن لا نضع هنالك حدا معينا، أن لا يكون هنالك حد معين. المشاركة الشخصية يعني واحد مثلا إذا يتمكن أن يقرأ زيارة عاشوراء، هذه مشاركة شخصية، تفاعل شخصي مع قضية سيد الشهداء. قبل فترة في إحدى البلاد كان أحد الشباب يحدثني، إحنا يوم القيامة يمكن نغبط أمثال هؤلاء الأفراد. كان يقول أنه والدته هذه كانت مداومة على زيارة عاشوراء في بلد آخر، ولم تقطع زيارة عاشوراء خلال 30 عام من حياتها. 30 عام كل يوم كانت تقرأ زيارة عاشوراء. قال أنه قبل أعوام، ما أعلم 3 أعوام 4 أعوام، هذه فكرت أن تذهب إلى مشهد في أيام محرم. راحت إلى مشهد وكانت في مشهد أيام محرم الحرام، وتوفيت في اليوم 10 من محرم، ودفنت في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. هذا النموذج، هذا النموذج يجيبوه أمامنا يوم القيامة. وربما يأتي بعضنا ولم يقرأ زيارة عاشوراء في حياته ولا مرة واحدة، ألا نغبط هذه المرأة على مقامها؟ امرأة أخرى، هذه أنواع من التفاعل الشخصي مع سيد الشهداء ومع قضية سيد الشهداء. امرأة أخرى نقل لي أنها تقرأ زيارة عاشوراء من 20 عام أو 10 أعوام، الآن التردد مني، وفي كل يوم تقرأ زيارة عاشوراء 2. لماذا تقول أنه أنا أريد أن يكون مقابل كل يوم من أيام عمري من يوم ولادتي زيارة عاشوراء؟ الآن دا تقرأ قضاء للأيام التي لم تقرأها ابتداء من ولادتها. هذا أيضا نموذج ثاني. النموذج الثالث، أحد التجار الذين أعرفهم في بلد آخر، هذا نقل لي أحد الذين يعرفونه، هذا كل يوم عندما يأتي إلى محله التجاري، أمام محله التجاري فضاء كبير، هذا كل يوم قبل أن يفتتح المحل يمشي في ذلك الفضاء، يعني أرض كبيرة، ويقرأ زيارة عاشوراء، وبعد ما يكمل زيارة عاشوراء يأتي إلى محله ويفتتحه. ونقل أيضا في أحوال هذا الرجل أنه يومية قبل أذان الفجر، هذا التاجر بساعتين أو أكثر أو أقل ينهض لصلاة الليل وللدعاء، وهو تاجر
في بيئة عادية جدا. يجيبون هذا التاجر يوم القيامة ويجيبون بعضنا ولعلنا نغبط مقام أمثاله في يوم القيامة. المشاركة والتفاعل بمختلف أنواعه وبلا حدود كما قلنا. يعني واحد في قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه يجب أن لا يضع هنالك حدا معينا، ينبغي أن لا يضع هنالك اعتبار معين. بعض الأفراد عندما يكبرون، هذه ملاحظة مشاهدة، عندما يكبرون يضعون هنالك خط وحدا. واحد لا يضع حدا في هذه القضية. الشيخ الوحيد حفظه الله كان يقول، هذه عبارته، كان يقول أنه كبار العلماء اللي أقلوا هذه صيغة ثلاثة أفراد أو أكثر، كان يقول كبار العلماء كانوا إذا رأوا اتفاق ثلاثة من العلماء على فتوى من الفتاوى، اتفقوا هؤلاء الثلاثة، كانوا يطمئنون إلى تلك الفتوى وكانوا يفتون طبق تلك الفتوى. يعني هذه الفتوى، هذا الاتفاق كان يورث لهم الاطمئنان بوجود مدرك معتبر لهذا الحكم الشرعي لدقتهم وورعهم. وهؤلاء الثلاثة هم الشيخ الأعظم رحمة الله عليه الشيخ الأنصاري، والمجدد الكبير صاحب قضية التنباك، والشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب قضية ثورة العشرين. إذا هؤلاء الثلاثة كانوا يتفقون على فتوى، كبار العلماء كانوا يفتون طبق فتواهم. الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه كما تعلمون كان هو المرجع الأعلى للشيعة وقاد ثورة من أعظم الثورات في التاريخ. يعني كان له منصب القيادة الدينية وكان له منصب القيادة السياسية، ومع ذلك الشيخ كان يقول إنه في إبان مرجعيته، الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه في يوم عاشوراء كان يقوم بعمل لعل أغلبنا مو حاضر أن يقوم بهذا العمل، وهذا العمل أنه كان يخرج حافيا حاسرا، يعني نازعا عمامته ويمشي حافيا لاطما على صدره في مواكب سيد الشهداء. الشيخ الوحيد حفظه الله كان يقول، وهذا من فقاهته، لأنه الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه يرى أن الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا، العين ألطف أو من ألطف الأعضاء في البدن.
فواحد كم يجب أن يبكي حتى تتقرح عيناه؟ إن يوم الحسين أنا إلى الآن ما شايف واحد فيما أتذكر من شدة البكاء ومن كثرة البكاء تتقرح عيناه. الإمام الرضا يقول صلوات الله عليه إن يوم الحسين أقرح جفوننا. وفي زيارة الناحية، هذا مني، هذا بين قوسين، الإمام صلوات الله عليه يقول ولأبكين عليك بدل الدموع دما، أو بدل الدمع دما. أنا إلى الآن ما شايف واحد فيما أتذكر من كثرة البكاء دمعه يتحول إلى دم. شقد واحد يجب أن يبكي؟ فيقول هذا من فقاهته، إذا الإمام الرضا صلوات الله عليه يبكي حتى تتقرح عيناه. فالشيخ محمد تقي وأمثال الشيخ محمد تقي لا عجب أن يخرجوا حفاة وحاسرين عن رؤوسه. شبيه هذه القضية أيضا، وهي معروفة أيضا، تنقل عن بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، أنه خرج مع مجموعة من الطلبة لاستقبال موكب طويريج المعروف الذين كانوا يأتون، وإذا به في الأثناء تنقلب حالته، حالة بحر العلوم، ويخلع عمامته وعباءته ويرمي بعصاه جانبا، كان ويا عصا، ويلطم على صدره ويشترك مع هؤلاء، يعني يحاول أن يشترك. الطلبة اللي كانوا معه حاولوا أن يمنعوه، قالوا هذا مو ملائم إليك، هذا مو مناسب إليك، لأنه كان مرجع كبير من مراجع الشيعة، فما قبل واشترك. الطلبة عندما رأوا أن بحر العلوم رحمة الله عليه اشترك، هم اشتركوا أيضا معه. بعدين سألوه بعض الخواص أنه لماذا فعلت هذا العمل، فقال كيف لا أفعل هذا وقد رأيت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه حافيا حاسرا في هذا الموقف. فإذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يشترك في مثل هذا الموكب، فما بالنا وأمثالنا؟ واحد ينبغي ألا يضع هنالك خطا، أنا أشترك إلى هذا المقدار وتنتهي القضية عند هذا الحال، وإنما يجب، ينبغي أن نحاول أن تكون المشاركة بلا حدود. العم حفظه الله كان يقول أنا رأيت مجموعة من مراجع التقليد الكبار في عزاء طويريج كانوا مع هذا الموكب، ولعله العام كان يضيف يهرولون مع هذا الموكب. السيد الرجائي حفظه الله كان يقول كان هنالك رجل ضعيف الحال جدا، هذا كان عنده برنامج في أيام عاشوراء أو في يوم عاشوراء، كان عنده قراية وكان يطعم المؤمنين، ووضع ما كان يساعده على ذلك، ما عنده. بعدين تبين أن هذا الرجل يأخذ عبادة استيجارية، يعني صلاة أو صيام،
يصليها طوال العام. والذين قاموا بالعبادات الاستيجارية يعرفون ماذا تعني العبادة الاستيجارية. هذا كان يفعل ذلك حتى يتمكن أن يقيم هذا البرنامج. فإذن في الواقع واحد ينبغي أن لا يضع هنالك حدا. هذا الشيء إن شاء الله، هذه الأعمال، هذه النشاطات إن شاء الله كلها تكون ذخيرة لآخرتنا، وأي تقصير في هذا المجال هذا معناه الندم يوم لا ينفع مال ولا بنون. ينقل أنه، نختم بهذه القضية، ينقل أنه كان هنالك رجل من الذين يتشرفون بلقاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. تنقل في أحواله قضيتان. شاهدي في القضية الثانية. القضية الأولى، ينقل أن الإمام الحجة صلوات الله عليه سأله ذات مرة أنه إذا لم تكن ترانا ماذا كان يحدث عليك؟ فقال يا مولاي إذا لم أكن أراكم كنت أموت. أكو فد مثال في اللغة العربية يقولون الثكلى لا تكون كالمستأجرة. امرية ابنها ميت، شلون تبكي؟ تبكي من أعماق قلبها، من الأعماق تصرخ، ربما تفقد مشاعرها. كان متعارف عند بعض البلاد أنه يجيبون امرأة أو مجموعة يطوهم مال يقولون تعالوا ابكوا على هذا الميت، فكانوا يجون يبكون. هذا البكاء مثل ذاك البكاء، هذا تظاهر، هذا تمثيل، مو أكثر من هذا، وذاك واقع. أنا أحيانا أفكر أن دعاءنا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه مثل دعاء المستأجرة، الشكل في القنوت اللهم عجل لوليك الفرج، وفكرنا الله في مكان آخر. أما عندما نكون في منى والحريق يكون في أطرافنا، ما أدري تتذكرون حريق منى أو ما تتذكرون، الحريق كان في الأطراف ويلتهم الخيم التهاما، ذاك الوقت إشلون ندعو لنجاتنا؟ أنا شاهدت هذا المنظر لأن كنت في حريق منى، الخيام احترقت ونحن فررنا إلى الجبل، وكنت أشوف المنظر فوق الجبل، منظر الفارين. عندما تأتي هنالك هزة أرضية لا سمح الله، قبل شهرين أو أكثر 3 أشهر كنت في طهران، المهم في أطراف طهران، فجاءت هزة أرضية في أطراف طهران، كنا مجموعة. أي حالة تعتريكم في تلك اللحظات؟ أما عندما ندعو اللهم عجل لوليك الفرج، فالدعاء كأنه وظيفة وانتهت القضية. هواي فرق بين هذا الدعاء وذاك الدعاء. هذا الرجل قال يا مولاي إذا لم أكن أراكم كنت أموت. الحب أحيانا يبلغ بمقدار يقتل. والذين آمنوا أشد حبا لله في الآية الكريمة. إحنا عندنا مفهوم الحب، مفهوم نظري مو إدراك
يعني علم حصولي مو علم حضوري، واي فرق؟ تفكرون أن فلان مريض، هذا مفهوم نظري. أن أما إذا واحد هو تمرض، هذا يشعر بالألم بالعلم الحضوري، واي أكو فرق بينهما. فقال يا مولاي إذا لم أكن أراكم كنت أموت، طبق هذه القضية المنقولة. فقال الإمام لذلك ترانا، لأنه عندك هذا الحب وهذا الانشداد لذلك تشوف. هذه قضية تنقل ذكرناها مقدمة للقضية الثانية، وهي أنه سئل هذا الرجل أنه كيف كان بداية أمره، قال بداية أمري في ليلة من الليالي أو في رؤيا في منام من المنامات رأيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا، فقلت له يا نبي الله أنا أريد أن أرى ولدك المهدي، أحظى بهذا الشرف، ما هو الطريق إلى ذلك؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا ابكي على ولدي الحسين في كل يوم مرة. يقول أنا فعلت هذا العمل، واحد يخلي شريط في بيته ويستمع إلى هذا الشريط. قال داومت هذا العمل عاما واحدا، وبعد ذلك العام وفقت للقاء الإمام المهدي. وفي زيارة الناحية نقرأ فلأندبنك صباحا ومساء. لعله قديما نقلت لكم أحد العلماء كان يقول أنه هل يستفاد من هذه الجملة أنه مستحب واحد يندب الإمام الحسين في كل صباح ومساء اقتداء بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه؟ كان يطرح هذا السؤال، لعل الجواب على ذلك بالإيجاب، لأنه أهل البيت قدوة لنا، ولو بهذا المقدار أنه واحد في أول الصباح أو في أول المساء يقول يا حسيناه أو وا حسيناه. هذه الوظائف التي ذكرناها هي وظائف هينة جدا في قبال تلك التضحيات الكبرى التي قدمها آباؤنا وأجدادنا. هذه القضية معروفة، الخطباء ينقلونها، أنه واحد كان في طريق زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، كانوا في ذلك الوقت لعله في عهد المتوكل يقطعون الأيدي، فقال له الجلاد قدم يدك حتى أقطعها، فقدم شماله. قال لماذا لم تقدم يمينك؟ قال لأنكم قطعتموها في العام الماضي. هذه ثلاث وظائف هينة. الوظيفة الأولى المشاركة في الأموال، الوظيفة الثانية المشاركة في الأولاد، الوظيفة الثالثة المشاركة الشخصية بمختلف أنواع المشاركة وبلا حدود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الهدي.
أفهم بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.